اهلا وسهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان. احنا دلوقتي داخل محكمة شمال القاهرة الابتدائية اللي كانت بتشهد منذ يعني لحظات قليلة سادس جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسنين و21 متهم اخرين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية الاثار الكبرى واللي بيتهموا فيها بالتنقيب عن الاثار في عدة مناطق في القاهرة منها مصر القديمة وعزبة خير الله ومناطق اخرى في مختلف محافظات الجمهورية منها محافظات في صعيد مصر ومنها تحديدا محافظة سوهاج ومحافظات اخرى الى جانب ايضا عملية الاتجار بالاثار و تهريب الاثار للخارج. الجلسه النهارده شهدت العديد من الكواليس والعديد من المفاجآت خلال مرافعه الدفاع وخلال انعقادها النهارده. جلسه بدات الساعه 11 ونص او 12 تقريبا وبدات الجلسه بسماع المحكمه او هيئه المحكمه لطلبات دفاع المتهم الثاني اللي قدم عده طلبات وكان من بينها او من ابرز الطلبات اللي طلبها استدعاء الضابط اللي قام بتحريز القطع الاثريه المضبوطه مع المتهمين علشان يسالوه ويناقشوه في كيفيه تحريز القطع ديت وكيفيه حفظها وكيفيه نقلها للنيابه العامه بعد كده في اطار التحيات في القضيه. بعد طبعا النيابه العامه او بعد ما المحكمه استمعت لطلبات الدفاع بدات تستمع لمرافعه الدفاع المتهم الاول. المتهم الاول في القضيه هو النائب البرلماني السابق علاء حسنين، هو المتهم الاول والمتهم الرئيسي في القضيه. الدفاع الخاص بعلاء حسنين بدا يتكلم في عده دفوع وبدا يتكلم في العديد من الامور، من بين الامور اللي اتكلم فيها اتكلم عن اولا ان عدم معقوليه الواقعه وبيقول ان يعني قال خلال مرافعته ان علاء حسنين باعتباره يعني وفقا للاتحادات زعيم تشكيل عصابي للاتجار والتنقيب وتمويل عمليات الاتجار في الاثار. ضابط الاتحادات قال ان هو لما قبض عليه ما كانش معاه رخصه قياده وما كانش معاه قال ان هو لما قبض عليه ما كانش معاه رخصه قياده وما كانش معاه بطاقه شخصيه ومعهوش هاتف محمول ودوت يعني تقي باعتباره زعيم تشكيل عصابي للاتجار والتنقيب عن الاثار وبالتالي فهو راجل يعني بيبقى ماشي زي طبعا ما الدفاع قال كده بيبقى ماشي وعامل حساب لكل خطوه بيخطوها. واتكلم كمان دفاع علاء حسنين النهارده قدام هيئه المحكمه بان اللجنه اللي فحصت القطع الاثريه القطع الاثريه المضبوطه حوالي 235 قطعه اثريه قالت ان بعض القطع الاثريه المضبوطه مزيف وبعضها حقيقي ولكنها ما حددتش ايه هي القطع الاثريه المزيفه عددها قد ايه والقطع الاثريه الحقيقيه عددها قد ايه. وده كان يعني وفقا للدفاع اللي اتكلم في النقطه ديت قال ان دوت ممكن تكون القطع الاثريه قطعه واحده وال234 قطعه الاخرين مزيفين ممكن تكون ال234 قطع حقيقيين وقطعه واحده فقط هي المزيفه. واتكلم كمان الدفاع الخاص بالمتهم عن انه بيقوم بالنصب على زباينه من خلال استخدام القطع المزيفه، يعني بيقول ان هو جايب قطعه مزيفه وبيستخدمها في النصب على العملاء بتوعه، وقال ان هو لو تاجر اثار فعلا استحاله يعمل كده، لان ايه اللي يخلي تاجر اثار ينصب على العملاء بتوعه ويغامر بسمعته في السوق وبعد كده الناس تبقى عارفه ان الراجل ده نصاب ما يتعاملوش معاه. ده الكلام اللي هو قاله. خلال الجلسه حسن راتب كان موجود جوه القفص، حسن راتب اللي هو المتهم الاخير في القضيه واللي اتهم بعمليات التمويل، دخل كده في نوبه بكاء وبدا يعني ينهار داخل قفص الاتهام خلال جلسه محاكمته، وباقي المتهمين حاولوا ان هم يعني يلتفوا حوله ويهدوه علشان يعني الامور تبقى اهدى. علاء حسنين خلال الجلسه كان موجود قدام القفص طول الجلسه ومتابع الكلام اللي بيتقال ومتابع مرافعه الدفاع بشكل يعني دؤوب، وطلب من هيئه المحكمه اللي بتنظر القضيه ان هي تسمح له بالحديث، طلب منها تسمح له الحديث اكتر من مره وقال يعني ادوني خمس دقائق بس اتكلم فيهم وبعد كده انا مش عاوز اي حاجه، ان شاء الله بعد كده لو حكمت عليا بالسجن 100 سنه او حتى حكمت عليا بالاعدام انا ما عنديش مشكله، ولكن انا عندي كلام عاوز اقوله الدفاع بتاعي نفسه ما يعرفوش، انا عاوز خمس دقائق بس اتكلم فيهم. ده كان اللي طلبه علاء حسنين. وبالنسبه لدفاع المتهم الاول بعد ما خلص المحامي الاول الخاص بالمتهم الاول دفاعه
اترافع المحامي الثاني اللي هو الاستاذ حسن ابو العنين، ومعانا زميلنا عبد الله محمود كان بيغطي معانا جلسه النهارده، هيكلمنا عن اللي اتكلم عنه حسن ابو العنين. اتفضل يا استاذ عبد الله. طبعا هضيف زي ما قال زميلي احمد الجعفري، هضيف على اللي قاله، اللي طبعا النهارده كان جلسه محاكمه المتهمين في قضيه الاثار الكبرى، وزي ما قال بعد انتهاء مرافعه المحامي طارق جميل سعيد المحامي الاول عن المتهم الاول علاء حسنين، دخل الدكتور حسن ابو العنين المحامي ايضا عن المتهم الاول، وقدم دفوعه امام هيئه المحكمه، وكان من احد دفوعه انه طالب ببطلان القرار الوزاري رقم 158 لسنه 81 الخاص بالاراضي الاثريه، وقال ان القرار ده تم تعديله من قبل وزير المعارف اللي ادخل على النص جمل من شأنها الحفر والإنشاء والبناء، وهو ما يعد تعدي على السلطة التشريعية التي من اختصاصها هو تعديل النصوص وتشريحها، وقال إن مش من حق الوزير إنه هو يعدل في النص ده، وبناء عليه في مواد القانون، وبناء عليه يعد القرار الوزاري رقم 158 باعتبار أرض عزبة خيرانة أرض أثرية هو قرار باطل، وبناء عليه أرض عزبة خيرانة ليست أرض أثرية. أيضا المحامي حسن أبو العنين دفع أمام هيئة المحكمة ببطلان إجراءات الضبط الخاصة بالمتهمين في مكان الحفر الأول، في مكان الحفر الأول، وذلك أن المكان الذي تم ضبط المتهمين فيه هو مسكن، ودلوف ضابط الوقع إلى المسكن دون إذن مسبق من النيابة العامة، وهو ما يعد تجاوز وفي إجراءات الضبط والتفتيش، وبناء عليه دفع المحامي حسن أبو العنين ببطلان إجراءات الضبط. تمام، ده بالنسبة لكل اللي قاله حسن أبو العنين واللي قاله أستاذ طارق جميل سعيد المحامين اللي ترافعوا عن المتهم الأول علاء حسنين بعد انتهاء المرافعة. المحكمة رفعت الجلسة للقرار وقررت تأجيل القضية لجلسة 5 مارس المقبل علشان نستكمل باقي المرافعات بقى باقي المتهمين. احنا معانا حوالي 23 متهم في القضية، يعني مرافعة واحد انتهت وناقص حوالي 22 متهم دفاعهم هيترفع خلال الجلسات الجاية، وأول جلسة قادمة هتكون يوم 5 مارس. بنشكر كل متابع اليوم السابع على حسن متابعتهم، وبنوعدهم بمزيد من التفاصيل عن القضية خلال الساعات القليلة المقبلة، وأي تطورات جديدة هنوفيكم بيها سواء عن طريق بث مباشر جديد أو عن طريق أخبار هندخها على الموقع الإلكتروني اليوم السابع. بشكركم مرة